انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. الحقونا يا باب، الحقونا. امشي جنب الحيط، مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه، الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. يتوزع الزلازل بقى يا فندي، يلا بسرعه. وانت يا ابني التوهو طبعا ما حدش قدكم، اخر ليله هتبقى في السجن. يتوزع على عنبر الافراج. يلا خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحين. ما روحين ايه؟ ده افراط يا راجل. والله ما كنت حاسس ان انا مريء. يا راجل اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم، دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك، خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه، ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم، انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا، الدواء المره دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم، يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس، ونطر الثاني لزقت في مناخيري. اعمل معروف، انا مش هعيش حياتي كلها بق موارب، البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي بره. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. علاج يا نعم. اجازة نعم. اجازة. اجازة؟ ايوه. يعني ايه اجازة؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالك شهر ما يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين، سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. اسف يا فندم. يعني ايه اجازة؟ اسف يا فندم. ايه الحلال اللي انت فيه ده؟ حاجة غريبة أوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده كشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم، بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان يا ادهم خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي؟ نجيب له دي في دي؟ هو متهيألي عنده بطاطين كفايه، مش محتاج الدي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام بسيطه جدا. موبايل ايه المشكله يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. أيوه. على الاقل يتصل بالاولاد كويس، ويبقى تجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه. وناخد له زنزانه اجار جديد، واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص
يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقية زمايله. حاضر يا فندم. أدهم اختار مواضيعك معايا واحذر. اتفضل. تمام يا فندم. أدهم لآخر مرة هقولها لك، حركة الترقيات قربت، خلي دوسيهك يعدي على خير. أظن أنت محتاج الترقية دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك أكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائية وكملت وخدت ليسانس. صراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبة لأجازة الصول. أجازات مفيش يعني. أنا قلت أجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها في ظهرها في كتفها. أنا خلاص قلت مفيش أجازات يا هاني. الله. يا فندم يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني أنا حمش الموضوع ده عشان خاطر عيونك أنت بس. ربنا يخليك يا باشا. إنما أرجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تحرجنيش يا هاني. خلاص كده؟ خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب أهو يا باشا وأدي الأمر. كمان يا هاني في كيلو دور. أنت غريب. غريب يعني أنت. يا ساتر. مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا. انا فاهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني والا يطلعها بقى ويلتفت لجمله. لا يا باشا اوامر سيادتك ماشي. طب غريب هاني. دخل الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. اه فندم. دي اموال حكومه ولا فضل. روح انا مش مسافر. فضل هتوصلني اركب طياره انا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي. يعني ايش كيناس بنتي انا اللي تحمل اسمي رياض فاشل منفلوطي حامل التاريخ حامل اللي ورا تنحرف. بنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود اكبر في خلفتها يجي اليوم عليها انها تنحرف. يا نهار اسود يا نهار اسود. كل ده عشان بنتها جت عند مامي النهارده. ما هي لو حداد بس ماشي. يعني ايه يا نهار اسود؟ تاني من أختك؟ يعني النهاردة أربعة يا هاني. وده معناه يعني درس المزيكا اللي أنا رفضته لسعادتك بكل تبكح وصفاقة وقلة ذوق إنك توديها عن ضمك. من فضلك اسمها مامي. أيوة نسيب المصيبة الكبيرة ونتكلم في مامي وأمك. نسيبها عشان بنتك بتتعلم مزيكا. عصتك بتتعلم الحرام. أنت بتقول إيه؟ بس خلاص قرار. اسمع يا هلا اسمعك شيء معي خالص خالص. لازم تفهم ان كل كبيره وصغيره في البيت ده انا ما اعرفها. وحتى لو ما حصلتش احترمي نفسك يا هاني. احترمي نفسك اللي اتعلم.